إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الاحتكام إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. التاريخ اختبار واعتبار، التاريخ شاهد، التاريخ ينبئنا عن اختبارات لأهل الدنيا. وقد سبق في علم الله أن الله يبتلي البشر، يختبرهم بما يشاء لا بما يشاءون، يختبرهم متى شاء لا متى يشاءون، يختبرهم كيفما شاء لا كيفما يشاءون. قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يبتلين بما يشاء في دار الدنيا. قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنبأنا التاريخ عن اختبارات كثيرة لبني البشر. الأنبياء وهم صفوة الخلق ابتلاهم الله في مثل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل. اختبروا. نتذكر نوحاً وهو شيخ الأنبياء، نتذكر يعقوب ويوسف ويونس وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام، جميعاً ابتلاهم الله بما شاء لحكمة أرادها. كان نوح يدعو الناس إلى التوحيد لينسجم مع دعوات المرسلين والأنبياء، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكنهم أبوا، استعصوا. مع ذلك نتعلم منه الحكمة في مثل قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ابتلى الصحبة الكرام بما شاء، إشارة إلى قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أجدادنا أيضا تعرضوا لألوان من الابتلاءات. من هم الفائزون؟ الفائزون هم الذين
يصبرون هم الذين يتحملون هم الذين يحتسبون هم الذين يتوكلون على الله. فقد قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه: من وجد الله فماذا فقد. وقال ربنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال ربنا: وما النصر إلا من عند الله. وقال في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا تنصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم تتدخل العناية الإلهية بقوله: فأنزلنا السكينة. فأنزلنا، ربنا قال: إلا تنصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وما النصر إلا من عند الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إخواننا وأخواتنا في غزة في فلسطين الآن هم يتحملون أشد أنواع البلاء، هذه الجرائم، جرائم الإبادة التي صنفت بجميع المقاييس، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة بلا على الإطلاق. يسر الله لهم النصر. إذا احتسبنا لله سبحانه وتعالى لا شك أن التاريخ سينصفنا، فالتاريخ اختبار. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. التاريخ اعتبار، المراد بذلك ما أشار ربنا إليه في سورة آل عمران بدءا من الآية 137 حينما قال: قل سيروا في الأرض فانظروا، إلى أن قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي الآية 140 يقول ربنا عز وجل معلما إيانا ومبلغا لنا بأن التاريخ اعتبار، من أراد أن يتعلم الدروس من التاريخ يتعلم كيف يتعامل مع السنن بعد معرفتها واكتشافها، لأن سنن الله غلابة لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، إلى أن يقول ربنا عز وجل في الآية 140 من سورة العمران: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، إلى أن يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إشارة إلى تلك القروح التي مست غيرنا من الناس، غيرنا من الأقوام السابقة، ولكن يريد الله ألا نيأس ويزرع في قلوبنا الأمل الذي يدفع إلى العمل. قال: إن يمسسكم قرح، مهما كان هذا القرح، قد يكون هذا القرح حضاريا، قد يكون أخلاقيا، قد يكون اقتصاديا، قد يكون اجتماعيا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدرس التاريخ دراسة اعتبار، لنأخذ الدروس والعبر التي تنفعنا في حياتنا الأولى وفي حياتنا الأخيرة. أسأل الله الشفاء العاجل لجميع مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير أعمينا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا ورحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.